يا لا 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 يا مرحبا باسم ابو عطلب ضيوف الطيب ترهيب على الكرم في ديار اهل المواجيب الاصيلة على هواجيس الشعر على طيب ترحيب على الكرم في ديار أهل المواجب الأصيلة سد الفخر راسي يوم حلت أفراحك يا أبو حسين عشوش وامدح رجال الطيب وأصحاب الجميلة أمدح وباهب حسين وسعود أنا من دون تقصير وأقول مبروك يلي مشرفين دوم القبيلة واليوم ذا غير تعداد وابن المطر وعداد براق المخيلة وان جيت ذكرى الوفا نذكر فعايل راعي الخيل الشيخ ابو عطلة يلا بجنتك روحه نزيلة واولاده اسناد وحزام ورجالنا اساطير سعود بن حسين مقدام ولا نلقى مثيلة أحلى التعابير والشيخ محمد عزيز القوم وكل نشمي يجينا عمر بن حسين يحق لها الفخر نسل الأساطير وخالد بن حسين أصيل ومحزم لمن ينتخيلا أفخر بمدح الكوف إبراهيم بن حسين راعي الخير وكل قرباه بني عمه مع رجال القبيلة حسن بن محمد أفعل على طيبة دليلة علي وريث الفخر والعز تزهى التعابير والشيخ أبو فايع اللي دايم الجود يستويلة ويحيى بن حسين وأخوانا رجال طيبهم غير يليق مدهيب من دايم مباديهم نبيلة يقول راع الحفل بالخير انصر مني تقصير المعذرة يا طيب يا اصحاب الفضيله يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 المعذره يا رجال الطيب يا اصحاب الفضيله يا مرحبا باسم ابو عطلب ضيوف الطيب ترحيب على الكرم في ديار اهل المواجب الاصيله سد الفخر راسي يوم حلت افراحك يا ابو حسين عشوش وامدح رجال الطيب واصحاب الجميله أمدح وباهب حسين وسعود أنا من دون تقصير وأقول مبروك يلي مشرفين دوم القبيلة يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 وأقول مبروك يلي مشرفين دوم القبيلة مبروك مبروك يا رؤوس الفخر واليوم ذا غير تعداد وابن المطر وعداد براق المخيلة وان جيت ذكرى فعايل راعي الخير الشيخ ابو عطلة يلا بجنتك روحه نزيلة واولاده اسناد وحزام ورجالنا اساطير سعود بن حسين مقدام ولا نلقى مثيلة يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 سعود بن حسين مقدام ولا نلقى مثيلة بيطلي بن حسين فيها فخر وسوق احلى التعابير الشيخ محمد عزيز القوم وكل نشمي يجينا عمر بن حسين يحق لها الفخر نسل الأساطير وخالد بن حسين أصيل ومحزم لمن ينتخيلا أفخر بمدح الكوف إبراهيم بن حسين راعي الخير وكل قرباه بني عمه مع رجال
حسن بن محمد افعله على طيبه دليله علي وريث الفخر والعز تزهى تعابير والشيخ ابو فايع اللي دايم الجود يستوي له ويحيى بن حسين واخوانا رجال طيبهم غير يليق مدهيب من دايم مباديهم نبيله يقول حفل بن خيره صار مني تقصير المعذرة يا رجال الطيب يا أصحاب الفضيلة يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 المعذرة يا رجال الطيب يا أصحاب الفضيلة على هواجيس الشعر لتنفيذ